اليوم ضيفتنا صبية طموحة خريجة إعلام موهوبة بالعزف على آلة العود من 10 سنين، اشتغلت على حالة كتير وتدربت لحتى تمكنت من صقل موهبتها، وأيضا بلش طريق حلمها من سوريا وصولا لدولة الإمارات لتشارك بالعديد من الحفلات. خلونا نتعرف أكثر على موهبة ضيفتنا زميلتي سدرة الشيبة. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا سيدرا. يعني اليوم وعدنا المشاهدين كل هذا عم يشوفنا انه فقرتنا الاخيره حتلغي الفقره اللي كنا قبلها وهي التعصيب. كيفك اليوم؟ رواء الحمد لله تمام. طيب قبل ما هيك نتعرف على سيدرا اكثر، على هذا الطموح الجميل اللي طلعت فيه بجواز سوري لخارج سوريا، نسمع شيء منك سيدرا. تفضلي. احنا عسف اول شيء لفيروز. يلا يا سيدرا، يعني فعلا ما في احلى من فيروز على الصبح يا رشا. بس اليوم يعني غريبه اليوم سيدرا، يعني البنوته دائما بتروح لهيك للالات الكمان، كثير بحبوا هاي القصص. يعني اليوم عم نشوف توجهك للعود، وهي اله يعني من اهم الالات، خلينا نقول التراثيه الاساسي. اليوم بيقولوا لك اللي بيعرف يعزف عود بيعرف يعزف كل شيء. هذا الكلام كثير صح، لانه اله العود بتجي من اصعب الالات، يعني بدها كثير ممارسه والواحد يتعب لحتى يوصل للشيء اللي هو بده اياه. مثل كمان آلة الكمان، هي كمان من أصعب الآلات. والعود بالتحديد بتحسي إنه البنات ما بيتوجهوا لآلة العود، فبتحسي بس تشوفي بنت عم تعزف عود إنه هذا شيء كتير مميز، خصوصي لما بيكون مثلا العود إلكتريك، أو مثلا تكون العود يعني ما له حتى شكل العود غريب. تمام. اليوم يعني السيدرا مو بس متفرده بهذا العزف، طبعا في صبايا كثير سوريات بيعزفوا العود، بس مثل ما قلتي النسبه اقل، يعني عم تكون حتى اليوم شكل العود اخذ سيستم ثاني. اليوم عم تتحدي سيدرا انت، يعني عم تلعبي على القصه تحدي؟ يعني فينا نقول هيك شيء. فينا نقول هيك شيء. بتمنى يعني انا اشوف العازفين عم يطوروا من حالهم ليرتقوا لمستوى كثير عالي، يكسروا النمطيه. طبعا. تمام سيدرا، لما نقول 10 سنين من العزف على العود، يعني سنوات كثيرة من الخبرة، من التحضير، من التدريبات. خبرينا اليوم، شاركتي أو دربتي دورات تدريبية، أو مين الأشخاص اللي اكتشفوا هي الموهبة وساعدوكي؟ صحيح. هلا أنا بالبداية والدي هو اللي شجعني، يعني أنا يعني بنت عائلة فنية موسيقية، عندي والدي بيعزف عود وأنا تعلمت منه. أول شيء بداياتي كانت على العود سماعي، فبلشت اعزف سماعي، يعني راقب والدي كيف عم يعزف، حركات ايديه، حاول اخذ منه كيف مثلا لحن هي الاغنيه. انه كثير استفدت بالبدايه من والدي، وعائلتي كثير شجعتني صراحه. يعني شوي شوي بعدين صقلت الموهبه كدراسه، درستها بشكل اكاديمي، وشوي شوي لحتى انا صحت لي فرصه تكوني معنا كمان اليوم. كمان معكم، كثير بشرفني صراحه. قد اليوم حلو السفر وانك تطلعي بهذا التراث السوري الجميل خارج سوريا، كيف كانت هاي المشاركه؟ خلينا هيك نحكي ولو سريعا عنها. هلا بدايه آلة العود السوري بعد ما تصدر لائحه التراث العالمي، صحيح، كثير تلاقينا نحن كسوريين وبالشرق الاوسط كثير بنندار لحتى نشوف هاي الاله وين ممكن توصلنا. صار في بصمه. ايوه، فالموضوع انه انا يعني لهيك شاركت برا بكثير حفلات. طيب نحن نرجع لمشاركاتك بالحفلات ونحكي عنهم اكثر، حابين لسه نسمع شيء منها؟ اكيد رح نسمع شيء لملحم. تفضل. ملحم كمان، ملحم التحدي كبر اليوم. يلا thank you.
حلو اليوم يعني فوق كل التحدي لسه عم تعزفي لملحم وما في ورد بيطلب مي. انا كثير بحب ملحم صراحه. تمام سيدرا، انت خريجة اعلام قسم صحافة ونشر، ايضا لجانب دراستك الاكاديمية عندك موهبة، اليوم جمعتي بين الموهبة بين الدراسة بين العلم، هل ممكن تكفي اليوم بهي الموهبة او لا ممكن كمان نشوفك بالمجال الاعلامي؟ هلا انا بصراحة من انا وبالجامعة كنت اشتغل بالمجال الاعلامي وكثير بحب المجال الاعلامي، بس مع هيك يعني انا في الجانب الفني بيضل ملازمني، خصوصي آلة العود صارت انه جزء مني، فحتى لو انه اشتغلت بمجال الاعلام يعني ما رح يلتغي الجانب الفني ابدا. فاشتغلت بالبدايه بموقع سيريان ديز واشتغلت وانتسبت لاتحاد الصحفيين، وهلا يعني مثل ما شايف عم بعمل حفلات برا، فانا بصراحه كثير بحب المجالين، وكثير بنشوف اعلاميين عندهم خبرات يعني او عندهم مواهب. صحيح. يعني بتلاقي الاعلامي اللي بيعزف بتلاقي شاعر بتلاقيه عازف بتلاقيه كوتش بتلاقي يعني متعدد المواهب، هذا الشيء كثير حلو صراحة. اكيد سيدرا، هيك خلينا نستفيد من الوقت شوي اليوم، وهي المشاركات الخارجيه اكيد اضافت لك شيء، قدرتي انت ايضا تاثري وتكون لك بصمه خارجيا وتاثرتي ورجعتي بثقافات اخرى، شو اضافت لك هي المشاركه؟ بصراحه يعني اي تجربه ممكن تطور من شخصيتك. فهلا شخصية الواحد قبل ما يفوت أي تجربة بتكون غير، فيعني الواحد بتحسيه يعني كتير أضافت له، كتير صار غني بالتجارب، انصقلت شخصيته، صار عنده معارف تانية، يعني صار عنده مثلا بكآلة العود، مثلا أنا لما طلعت لبرا على الإيقاعات الخليجية صار عندي معرفة بالنمط الخليجي بالإيقاع بالكلمات الخليجية، يعني كتير أضافت لي صراحة، كتير تجربتي كانت غير شكل بالإمكان. تمام، ويمكن اليوم كل عمل أو كل موهبة بتبلش عند الشخص بيكون في صعوبات في عقبات ممكن تواجهه، اليوم شو واجهك سيدرا من صعوبات؟ هلأ حاليا أنا لما طلعت على الإمارات الصعوبة اللي واجهتني هي الإيقاع الخليجي، لأنه الإيقاع الخليجي ما أنه نمط واحد، ما انه آلة واحدة اللي بتعزف، هي عدة آلات. بس رح تسمعينا كمان هلا؟ اكيد اكيد. خلينا نسمع. طيب خلينا قبل ما نختم نروح لعند سيدرا كرمال يكون الختام عندها، يعني اول شيء سيدرا بدنا نتمنى لك كل الخير والتوفيق، وبدنا نضل هذا الحلم له تتمه بحياتك، ونشوف اسمك من العازفات السوريات المتميزات والاعلاميات، ان شاء الله هيك بنشوفك بين هذا الله يسلمك سيدرا. شكرا لك ولحضورك. شكرا لك يا سيدرا، وكل التوفيق ان شاء الله بحياتك المهنيه والشخصية.